بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط، شرح وحل وتوضيح يونت الرابع لسن 3 يونت 4 لسن 3 الدرس الثالث من اليونت الرابع. راح يكون الموضوع اللي هو speaking، المهارة التحدث المحادثة. الصفحات راح ناخذها بالكتاب الملون فقط، راح تكون هي بالملون فقط، لا تراكات التسجيلات الاوديو 28-29 والصفحة 45. شكرا لله ثم شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة المحفزة المشجعة. شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. زكاة العلم نشره والدال على الخير، كفى عليها شكر خاص لأبطالنا ومتابعينا الأعزاء اللي دعاقونا بتعليقات كثيرة ودي يشتركون بحسابات كثيرة ودي يشاركون الفيديو والرابط باقي الجروبات في سبيل يدعمون القناة ووصلوها لأكبر عدد ممكن. وشكر خاص لدي ينجحون يتفوقون ويفرحون ويحافظون على شعارنا إن شاء الله دائما ناجحون أوائل أبطال الإنجليزية مع وائل. أستاذ وائل لديكم إن شاء الله لا خوف عليكم الجدد، نرحب بهم ندعوهم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات والدخول على قوائم التشغيل. إذا تريد شرح مع المنهج إنجليزي سادس ابتدائي أكو أكثر من 200 فيديو وبهاي قائمة التشغيل اللي هي إنجليزي سادس ابتدائي الجديد وياها ملزمة دار العرجي ملازم المرشد. اللي يريد انجليزي او متوسط اكثر من 100 فيديو وياها ملزمة دار العرجي ملازم المرشد، اختبارات ذكاء انجليزي رابع ابتدائي خامس ابتدائي ثالث متوسط سادس اعدادي. وهسه نشرح انجليزي ثاني متوسط وهسه وياكم بدأ الفيديو. وهم ملزمة دار العرجي ملازم المرشد للسبيكينج المحادثة. كل ما يقول لك practice makes perfect، التمرن التدريب التمرين يجعلك أفضل، أوكي يجعلك الأحسن، يخليك تام وكامل وكلش توب. You will only improve your speaking if you practice، أنت سوف فقط تحسن المحادثة خاصتك إذا أنت تمرنت وتدربت. When you practice، عندما أنت تتمرن، try to remember these tips، حاول أن تتذكر هذه النصائح. راح يعطينا نصائح حتى نقوي مهارة المحادثة speaking. أول نصيحة يقول لك read these tips and do the examples، اقرأ هذه النصائح واعمل الأمثلة. tip 1 الملاحظة النصيحة رقم 1 reading aloud، القراءة بصوت عالي. كل ما تقرأ بصوت عالي راح تستفاد وتتطور عندك مهارة المحادثة. وasking questions، تعلم انه تسأل اي معلومة عندك اسأل بها، احكي يعني اسأل بكلام حتى شنو تتطور. زين نجي على اول وحدة اللي هي reading aloud، قراءة بصوت عالي. when you read aloud، عندما انت تقرأ بصوت عالي، remember these things، تذكر هذه الأشياء. أول شغلة you want someone to hear you، أنت تريد شخص ما أن يستمع لك. want to فعل مجرد، أنت تريد شخص ما يستمع لك. so always speak clearly، لذا دائما تحدث بصوت واضح بطريقة واضحة كلام واضح. أنت دائما من تريد تحكي أكيد تريد الشخص يسمعك، خو ما تريد تحكي وتشاور نفسك أو تريد تحكي وما حد يسمعك. من تحكي يعني تريد الشخص يسمعك، خو ما تحكي للهوى. زين فمن تحكي وتريد الناس تسمعك احكي بطريقة مفهومة وواضحة. زين try to pronounce words as you have heard them on the audio، وحاول أن تتلفظ الكلمات وتقراهن كما أنت سمعتها على التسجيل. شلون تسمعها من الاوديو؟ اقراها مثل، حاول حتى تقرا باللهجة الصحيحة المضبوطة الانجليزية الاوكي. زين don't stop after each word، لا تتوقف بعد كل كلمة، مو تقول don't stop after each word، هاي طريقة مو حلوة، راح تتملل المقابل ولا ما راح يفتهم عندك شيء. المفروض يصير تنغيم وترتيب وتجديد على الكلمات والحروف الأقوى واللي بيهن يعني معلومة.
فيشتغلها don't stop after each word، لا تتوقف بعد كل كلمة. We say words in groups، نحن نقول الكلمات بمجاميع، نقرأنا مجموعة كلمات حتى تصير جملة كاملة، فنقرأ مجموعة كلمات. So when you are saying a word، لذا أنت عندما تتحدث بكلمة، عندما تنطق وتقول كلمة، your eyes need to be on the words that come after it. من تريد تقرأ لك كلمة، عيونك لازم شو تسوي؟ تحتاج إنه تكون على الكلمات اللي راح تجي بعدها حتى تقرأ بسرعة وتحشي بسرعة وتتحدث بسرعة. فتقرأ هاي سينج، سان داقرأ سينج، عيوني وين راحت؟ بعد داقرأ سينج، قلت لي ذن الكلمتين اللي قدامها، قلت أورد، قلت لي الكلمتين اللي قدامها، فهيج حتى تصير قراءتك سريعة، تقوم تباوع وتشوف أسرع وتقرأ أسرع حتى يلحق دماغك يطلع على هاي الكلمة ويطيك قراءتها وتتذاكرها. فحاول من تقرأ تباوع قبل قراءتك، أوكي؟ مو تظل عينك بس على هالكلمة وراها عينك بس على هالكلمة وراها عينك بس على هالكلمة، لا، أنت تقرأ هاي عرفتها، هاي هاي eyes، أنت بدأ تريد تقول eyes بعد ما يحتاج تظل تباوع عليها، تبدأ تقرأها عينك خلي تروح على وراها. Eyes need to be on the words that came. هيش اقرأ 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 عين، لا تقرأ بكلمة وعينك على كلمة الورا. هيش مثلا خلنا نقرأ your eyes need to be on the words that come after it. أنا وين دا أقرأ وعيني وين دا تروح على مود أستعجل وأقدر أسبق الوقت، مو وأقدر يعني أقرأ بتتبع بتسلسل مو أتوقف، أوكي؟ وكل ما تتطور كل ما راح تصير، قلنا كل ما تسوي براكتس تتدرب كل ما راح تصير أسرع وأحسن. المهم هسه شو يريد من عندنا؟ التراك تسجيل الأوديو الـ MP3 اللي هو 28 يقول لك listen، استمع إليه، then ثم read these sentences aloud، اقرأ هذه الجمل بصوت عالي. راح نشغله وراها نحن نقرأ. Unit 4 Lesson 3 Track 28 Listen then read these sentences aloud. 1 It's very hot today. 2 It was very hot and windy yesterday. 3 It was very hot and windy when we went to the beach last weekend. هاي ايش دا يقول؟ دا يقول number 1 It's very hot today. اقراها بصورة سريعة. It's very hot today. It's very hot today. هيجي. مو صحيح هذا، تقرأ It's very hot today. بين ما تباوع، بين ما تقرأ، بين ما تتهجى. فقلنا تقرأ هاي عينك رسن تقمز على هاي. تقرأ بين ما تقرأ هاي عينك رسن تقمز. هيجي. It's very hot today. هيجي عيني دا تقمز. ودا اقرأ بيهن اسرع. رأساً عيني تاخذ تلمح شنو الكلمة الجاية وراها وأقرب هاي فحتى أصير أسرع. هنا أنا قال It's very hot today، إنه يوم حار، اليوم جداً حار. It was very hot and windy yesterday، إنه البارحة كان حار جداً وعاصف بهواء. yesterday البارحة It was very hot، إنه كان جدا حار وعاصف عندما نحن ذهبنا إلى الشاطئ في العطلة الماضية. أوكي سهلات ما بهن شيء، هي بس الفكرة يدعلمك إنه شون تسمع وشون تقرأ وتتحدث، أهم شيء المحادثة مالتك.
التيب 2 النصيحة الثانية asking questions اسأل أسئلة. When you ask questions عندما أنت تسأل أسئلة beginning with question words التي تبدأ باستخدام أدوات السؤال. من تسأل بهاي من تريد تسأل سؤال وبادي بأدات سؤال your voice الصوت مالتك goes down at the end ينخفض ينزل في النهاية مع السؤال. Question words are كلمات أو أدوات السؤال هي ال what من تبدي بها هي قوية وتنزل ينخفض صوتك. ال what لماذا ال what ماذا أو ما هو ال why لماذا ال who من ال when متى ال how كيف أو كم وال which أي شيء أيهما أي كذا. When you ask other questions عندما أنت تسأل أسئلة أخرى your voice صوتك goes up at the end يرتفع في النهاية. زين هاي دي علمنا إذا نبدي بأسئلة من هاي ال how وال when شبيهن ذن ال how وال when بنهاية السؤال يصير انخفاض صوتنا يقل. بس بالأسئلة العادية اللي تبدي يعني بفعل مساعد لا صوتنا يرتفع بالأخير التركيز على المعلومة بالأخير راح يكون هو فكرة إنه التركيز على المعلومة بأدوات السؤال التركيز على المعلومة على أدوات السؤال راح يكون وبالفعل المساعد التركيز على المعلومة راح يكون بالنهاية بنهاية السؤال. زين سيريدنا نستمع ونشوف شلون راح يقروها هم على مود احنا نقرا وراهم. يلا لسن. Track 29. Listen to these conversations. Then read them aloud. How are you? You look tired. I feel awful and I have a headache. Have you been to the doctor? No, I'll go this afternoon. Can I help you? When do you have swimming lessons? Are you good at swimming? No, I'm a beginner. The beginner's class is at 10 o'clock on Saturday morning. Hi. هسه خلنا نجي نشرحها ونفتهمها. شي يقول يقول لك listen استمع to these conversations لهذه المحادثات then read ثم اقرأ them aloud اقرأهم بصوت مرتفع. انت وصديقك كل واحد يصير شخص واحد يصير النقطة البيضة ويحكي حكيها واحد يصير النقطة البرتقالية ويحكي حكيها وهكذا محادثات تصير. هاي محادثة واحد هاي محادثة اثنين. يقول لك the strongest parts الأجزاء الأقوى of the sentences من الجمل are underlined تم وضع خط تحتها. الجواها خط يعني هاي صوتها يصير تجديد عليها والصوت يرتفع بيها. فقلنا في الأسئلة اللي تبدي بأدوات سؤال آخر كلمات دي يكون الصوت قوي بيها. كلمات الأسئلة تبدي بكلمات فعل مساعد فبالنهاية دا يرتفع بذي شي بالنهاية دا ينخفض دا يقل الصوت. زين هنا أنا راح نجي نقراها. يقول لك the arrows هذه الأسهم شبيها show where your voice goes up or down. هذه الأسهم تبين لك وتظهر أين صوتك يرتفع وينخفض. هنا أنا صوتك راح ينخفض هنا أنا صوتك راح يرتفع. اللي تبدي بأداة سؤال فبالنهاية صوتك ينخفض اللي تبدي بفعل مساعد بالنهاية صوتك يرتفع وهاي زين حلوة وسهلة. هاي تعلمك بس على المحادثة بامتحان ماكو هيجي ما يجيك. How are you إيش كيف حالك. How are you you look tired كيف حالك أنت تبدو متعب. قال I feel awful and I have a headache أنا أشعر بال
بحالة سيئة وأني عندي صداع. قال Have you been to the doctor؟ هل ذهبت إلى الطبيب؟ قال له No, I'll go this afternoon. كلا أنا سوف أذهب هذا المساء. Can I help you؟ هل يمكنني مساعدتك؟ When do you have swimming lessons؟ متى أنتم لديكم دروس للسباحة؟ دروس سباحة. قال Are you good at swimming؟ هل أنت جيد في السباحة؟ No, I'm a beginner. كلا أنا مبتدئ. The beginner's class is at 10 o'clock on Saturday morning. درس المبتدئين في الساعة 10 صباحا في يوم السبت الصباحا. في الساعة 10 ضبط من يوم السبت صباحا. ها هي خلاص. سلامتكم. بقى بس يشوفوها بالملزمة هياتها. الصفحة هاي مالتها كاتبينكم اياها احنا وحاطيها ومترجميها ومرتبيها، تقدرون تشوفوها وتطلعون عليها وتستفادون من عندها. اوه حلوة خلصت ان شاء الله استفدتم. نسأل الله القبول، نسألكم الدعاء، شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع. تحياتي لكم، مع السلامة.